هو الرئيس حتى يعني كان متحفظ جدا في تصديقه لقصة 11 سبتمبر، ل 11 سبتمبر. ايوه قال لك ما فيش الولاد دول ما عملوش العملة دي، دي حقيقة، وكان بيكررها وبيرددها وما بيكسفش منها. بس ما كانش بيقول كده ابدا على المستوى العلني يعني. طبعا طبعا طبعا، لأنه كانوا يعني كان أيمن نور بقى على الترابيزة على طول. لكن هو كان عنده شكوك، دعني أقول متشكك. ايه قال اللي أنا خلى طيار، هو بيقول، اه والطيارات دي طيارات تقيلة جدا اللي الطائرات استخدمت، المدنية؟ ايوه وإن واحد يعمل له 3 ساعات طيران دراسة وياخد طيارة وياخدها ويدبها في مبنى عرضه 150 متر بسرعة 700 كيلو، ولا 100 متر بسرعة 700 كيلو، ده شيء يعني عاوز واحد خبير. ماسك يسموه ايه، ماسك جهاز تصويب. لا تصويب بالليزر، او عنده محطوط له جهاز ليزر يخش على الطيارة، الاتنين محكومين على بعض. ف هو علاقته دي ما كانتش هو حلوة. كان تفسيره انه في مؤامره، انه الولايات المتحده الامريكيه تكون هي ما اللي بتلعب دور قالش، فيه. ما عمره ما كشف، لكن هو كان لديه شكوك.